يا هلا شباب، فيديو جديد من لعبة الجار المزعج. هي حرفيا راح يكون الجزء الثاني من لعبة الجزء الحلقة الجزء الثاني من لعبة الجار المزعج. طبعا هاي اللعبة مرة تحشيش، ما بدي اشرح اكثر من هيك، فنبلش نلعب. طبعا هاي ختمناها كلياتها، فنروح على هذول المراحل يا معلم. نختار هاي المرحلة 6 7. والله يا شباب كل هذول اصعب من الثاني، تعرف صبنا فضول اشوف شو هاي. يا ساتر، شكله المايك عندي قريب علي كثير، لازم ننتبه. وح في شنتي هان. يا ساتر. طب اول شيء انا قبل شو بدي، انا قبل كل شيء بدي اتخبى، بدي اشوف شو بدي اعمل هذا بالضبط. معلش شباب، بدي اشوف شو بيعمل بالضبط. وين هو؟ فوق. يو ولا وكم غرفه. طعم السمك ح في قلب الثلاجه، عند الثلاجه. كيف نطلع هذا؟ بيعمل يوغا. اوكي، بحط الكتاب هنا، بلعب الرياضة. اوه ما صعب هاي اللعبة، يعني المراحل صعبة على الاخر. 10 اشياء لازم اعملهم يا حبيبي، ولسه بدي اسحب من هنا اغراض. طلع ابصر في شو نعمل فيه هذا، لازم نلهي نطلعه. باب لتحت. اوكي، اوكي، ما شاء الله على النشيط. ملاحظين حاطط صورته محل هذا الحمام. بدي اتاكد الحمام بفوت عليه ولا لا. بستعمل الحبل اذا. بعدين بيطلع فوق، بعدين يطلع فوق. شيء ايش بيعمل؟ بلش يعمل في اليوغا فبيطلع. اوكي كذا، خلينا نطلع معناها. بلش نشوف الاغراض، نشوف شو هن في، شو في هنا. يمكن عرفته يمكن لا. هنجي نشيل هذا طبعا، راح يعصب. ربطت الحبل. اوكي اوكي، والله فكرت راح اخذ منه. بنانير هذا وين دي؟ اي دح او دحل، دحلي عالم كلها بنانير. ما بعرف عندكم شو بتقولوا لها. ثلاجي غسالة يا رب. هذا ايش؟ وحطيت مغيط، بدلته في مغيط. بس هي زبطت. والله تفاجأت، انا ما كنت متوقع. في مي هنا. هنا طلعن. اوكي نايس. هذا يمكن نحتاجها على فكره. هلا والله نايس. والله خفت انه جالي. تعالوا على الحمام، لحق بسرعه قبل ما يجي. والله مليح اني لحقت. شوف الاغراض هنا، نحطه في المطبخ. اوكي، يعني هاي بنحط للكلب عشان يزحلق. استنى اسمع. لسه ما عملش الحبل. ايه ناسي هذه. لحظة، قلت له لسه معصب. قديش معصب؟ هاي اول تعصيبه. نجيب له جلطه احنا. احنا نجيب له جلطه. حلو عصب، حسبتنا اخر نقطه. هذا ايش اللي هو كبستان؟ شو بصير؟ حلو، بقدر اكنسل على اوكي، بقدر اكنسل على المشهد. حلو، ما كنت اعرف هذا الشيء. نايس، ده هيك ممتاز والله. طب هاي الصور ما لهاش دخل فيها، معناها حلو. اصبر ارجع ياخذ اليوغا. بس تخبان تخبان، والله ناس الموضوع. اوف منيح انتبهت. يلا قوم يا معلم قوم، شوف شو عندك هنا اغراض. كتاب. لحظة، مش هسه هاي، مش هسه هاي. هاي لا لا، تخبى تخبى. هاي بنحط بدل هاي. الببغاء اللي عندك قاتله. والله انك سفاح. بنزل تحت. حلو، بدل الكتاب.
هذا يعني اوكي نايس نايس. فين شو بده هذا؟ خلينا ننزل تحت. خلين ينزل تحت تحت. لو عملت هيك بس تحطيتها هيك. والله بقدر. يا رمي علي يا رمي علي. بسرعة. وكتلا. تخبى 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 بسرعة. قاعد يدور علينا. وكتخبى. خلص الوقت ما دام هيك مش راح يطلع لنا. لازم نلحق عليه هذا. هاي عشان هاي اللي تحت. اوكي اوكي هاي اللي تحت هاي اللي تحت اكيد يعني اللي تحت هاي يمكن نحطه هنا. هذا حلو نحطه هنا صحيح. شو ذا وين بدي يجي؟ لسه مش جاي علينا. واحنا فكينا هاي صحيح ناس الموضوع. هاي جاي جاي علينا راح ياخذ الكتاب هسه. والله مش عارف شو راح يصير. انا مستغرب. انسي انه اكل السمك. اكل السمك يمكن الحبوب كان اكل السمك. اوكي يمكن هسه بنشوف. طيب يا ساتر. اح ظهره راح ظهره راح هذا يا زلمه. بلا خليني هيك نعمل عشان اوضح. اوكي اجعل هاي حلو. يا ساتر. طيرته هاي. والله ما توقعت هيك. حلو. اجعل هاي هي اجعل هاي. استنى شوف نشوف اذا شو راح يصير. فكت فيه. والله اقسم بالله صوت ظهره مش طبيعي. راح من عندنا. هنفك عليه هاي المشهد. نجرب الحبوب. احنا نجرب الحبوب يا شباب تنفع ولا لا. حلو والله انجزت انجاز مرتب. هي ضايل لي واحد. هي عملناها هسه. ضايل عندي ثلاث ثلاث حركات عندي. لحظة شوي بسرعة. مش سامعني هو. اوكي اوكي حلو والله. الله تبطط. اذن هيك هاي. عصب ضروري زبال يعني ليش؟ الله يستر. والله ما عارف اذا الضرورية. متأكد بس نتأكد اذا في اغراض هنا ولا لا. انا كنت العب. يا اخي صعبة هاي. كيف بدنا نعملها؟ طب يمشي. والله نسيتها هي انا يا اخي. والله نسيتها. حلو والله. علق علق علق. لا لا يا خرب. ما انسحبك انت معلق. اهرب اهرب. هذه كيف نعملها مش فاهم. يا الله طلعت هيك يا اخي. هسه فهمتها. معلش اذا كان صوتي قريب على المايك كثير. لا لا والله ما كنت ملتهي معكم. بس السؤال شو الاغراض اللي بدي اياها؟ منشار؟ لا بس يعني منشار. هذا هذا
هذا انا تحت العاب طلع تحت طابع. لا اله الا الله انحشرنا. شوف عربنا انا شوف عربنا بدي يجي عندنا. اركض هذا اخر واحد. يا ساتر بتكهرب والله شعور شعور يا ويلي. هاي ايش ما بعرف بدي اشك بس عليها اجي عشان ما اجيب العيد. اوكي بعرف صوتي بيض بس يلا. او ماي جاد تكهرب. السلام عليكم، معكم محمد فؤاد من قناة أبو فؤاد. اليوم ختمنا الحلقة بكل سلاسة وجمال، فيعطيكم العافية ونراكم فيديو قادم يا إخوان بعنوان جديد وفيديو جديد. المهم نراكم فيديو جديد، وإذا كنت ما مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات، وانت بوجودك بتفرحنا. ف good luck للجميع، حياكم الله بفيديو جديد. سلام.